يقول عندي طفل أصم لا يتكلم ولا يسمع منذ ولادته، فهل للقرين دورا في ذلك لأن طفلا آخر يسمع ولا يتكلم ويبلغ من العمر 3 سنوات ولا يوجد عامل وراثي؟ هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخلق السمع ويخلق البصر ويخلق الحواس، ما هو من الجن هذا، الله لم يخلق له سمع أو لم يخلق له بصر، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، وعليك الصبر، وإذا كان في علاج تعالجه، وإذا ما في علاج عليك الصبر والاحتساب. نعم.